احنا دابا الرياض خرجنا الجردة باش نديرو معكم تجربة ديال البيلوطا في سطلة الملك كما قلت لكم باش ما تشتت ما والو. هذا هو المونتاج، انا نحط لكم شي بلاصة باينة باش يبان. ها هو عندنا خريطوري، غيكون معكم فيديو ديال المونتاج كيفاش نصوبوه، صنارة الفوق صنارة لتحت. هذا هو المونتاج ديال البيلوطا، انا البيلوطا كنصيد بها كيما بالصنامر، ما تنصيدش بها بالفيزكا. غنقول لكم في فيديو اخر علاش، ولكن دابا تنصيد بها انا بالصنامر بلا سي نستر روبيني باش ما يعمرش الطيما. نرجعو، ها هي البيلوطا ديالنا كيما تتشوفو، ها هي قاصحة. شوف 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 كي دايرة البيلوطا، شوف هي البيلوطا قاصحة. كل ما خليتها كل ما كتقصها تاخد شوية تاع البيلوطا اللي ها هذي كتير عليها صنارة وحدة هكا هذي مزيانة. غتحدى بها يد وحدة، شاد يد بالتليفون و يد تنصب في الوطار ضروري غيكون شوية معكش. كنا نحاول نديرو معكم إفادة كاملة إن شاء الله بإذن الله. كما شفتو كيما وريتكم راه غير الصنارة ماشي الفيزيكا، أنا متنصيدش بالفيزيكا و البيلوطا، صيدها بالصنارة. نقول لكم فيديو آخر علاش، علاش ندير غير الصنارة مكنديرش الفيزيكا. الفيزيكا تتنقص ليا كمية الحوت اللي غنقدر هادي إذن هذه هي التطعيمة ديالي بالبيلوطا، تجي بحال هكا. إذن هذه هي التطعيمة ديالي بالبيلوطا، تجي بحال هكا. ها هي تما، ها نتوما، ها هي تما. شوفوا شوفوا واحد الزيت راه تلقاتو، شوفوا لا تيبان الله يكون يبان. شتو ها هو، ها واحد الزيت تلقاتو في السطر راه ما كانش. هذه هي البيلوطا، ها هي كنلعب بها في الماء. لا تنحيد هذا باش تجي القضيه شويه وتسعه. شتوها ها هي عمرها تفرتت ما والو، ها هي تبقى ليا صاينة كيما ريحتها، تبقى صحيحة ما غاتفرتت ما والو. يلا خوتي كان معكم فيديو ديال بيلوطا، بيلوطا قاصحة كيفاش نطعمو بها وتبقى شادة لينا تبقى صحيحة. ما تنساش كما قلت لكم الاشتراك والبارطاج باش كل شيء يتفاد. كنهضر هنا بشويه على حسب الجيران، وهذا تخرج للجردة. يلا السلام عليكم اخوتي الرياض.